وكان المصدر العسكري ذاته أكد وقوع إصابات في صفوف المخربين بعد اشتباكات قال إنها حدثت مع قوات الحماية الأمنية والعسكرية أثناء عودتها بعد إيصال التوربينات إلى محطة مارب الغازية. وأوضح المصدر إن من وصفهم بالمخربين قاموا بوضع كمائن لقوات الحماية على الطريق، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين، وفر المسلحون إلى منطقة الدماشقة بعد وقوع إصابات بين صفوفهم.